بسم الله الرحمن الرحيم. قعدنا مع درس جديد من سلسله الدايناميك اكشن. هو درس مهم جدا، هو السلكشن تايب. يعني ايه السلكشن تايب؟ الحاجات اللي انا بستخدمها في الايفنت بتاعي. زي ايه؟ يعني احنا لما جينا هنا على مستوى الايتم ده، عملنا لما الايتم اللي هو الجوب يحصل له تغيير، انا هعمل اليرت. فانا بقول تغيير على مستوى ايه بقى هنا عند السلكشن تايب. اول حاجه عندي الايتم، دي حاجه ثابته، ايتم من الصفحه، وهنا بختار الايتم انه ايتم عندي. ممكن انا طبعا اعمل على اكتر من ايتم، يعني ممكن اقول له الايتم اللي هو الجوب والسالري. لما يحصل تغيير في الجوب او السالري اعمل اليرت. تعالوا نجرب دي. هيحصل تغيير على الجوب، الجوب تعالى نسميه كده، اتغير فالاليرت اتنفذ. تمام، السالري اتغير برضه الاليرت اتنفذ. تمام، يبقى اول سلكشن تايب عندي اللي هو الايتم. تمام، تشينج ايتم. طيب ادي واحد. ايه تاني انا ينفع عندي تشينج بوتون؟ لا، ما ينفعش تشينج بوتون. حتى انت لو عملته، يعني انت لو قلت دلوقتي تشينج بوتون على الاكشن، لازم تبقى واخد بالك من النقطه دي. اكشن ماشي، ما فيش، مش هيحصل فكره تشينج دي خالص على مستوى الزرار، مش هيحصل تشينج. بس لازم تبقى انت فاهم. ممكن مع البوتون نستخدم معاه كليك. الاكشن الايفنت بتاعي اللي هو كليك. تمام، فدلوقتي كليك لسلكشن تايب نوعه بوتون. تعالوا نجرب. الاليرت تتنفس مع ضغطة الكليك. تمام، طيب يبقى دي تاني عندي سلكشن تايب اسمه بوتون. طيب ايه تاني عندي؟ ريجون. فهل ينفع كليك على الريجون؟ لا. طب تعالى نعملها على حاجة مميزة عشان تبقى واضحة. فاكرين هنا لما كنا عاملين ريفريش وافتر ريفريش؟ دلوقتي مفيش ريفريش على السلكت ده. تعالى نعمل اكشن دلوقتي، او نعمل كده، احنا بنعمل هنا بنريفريش الريجون. طيب انا عايز اجرب السلكشن بتاعي. تعالى ندلت ده عشان نشير ده سيف على الصفحة بتاعتي دي. هعمل اكشن اسمه افتر ريفريش. هاجي هنا في الايفنت بتاعي، كريت دايناميك اكشن، وهقول له الايفنت بتاعي افتر ريفريش. افتر ريفريش لمين؟ للريجون بقى هنا. وهنا اقدر اختار الريجون اللي هو امبلوي ريبورت. هيعمل ايه؟ تعالى برضو نعمل اليرت. احنا مركزين دلوقتي على السلكشن تايب، فمش مهم الاكشن اللي بننفذه. تمام، تعالوا نجرب الصفحة دي. لما أنا أغير ده وأعمل ريفريش، هو هيعمل ريفريش. وأدي الإيفنت بتاعي اللي هو ويلكم، اللي هو بعد الإيفنت اللي اسمه أفتر ريفريش. تمام، يبقى عشان أستخدم سيلكشن تايب اللي اسمه ريجون، في حاجات معينة بينفع معاها سيلكشن تايب اللي اسمه ريجون. سيلكشن تايب ده معناه إن أنا بختار ريجون، ولما بختار نوع سيلكشن تايب ريجون بيبقى عندي كل الريجون اللي موجودة في الصفحة. تمام، إيه تاني؟ دلوقتي عندي سيلكشن تايب اسمه كولن. على مستوى الكولم، طب ايه على مستوى الكولم ينفع اغيره؟ طبعا على مستوى الجريد. يعني ايه؟ تعالوا نشوف الانتراكتيف جريد بتاعتنا اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده. تمام، تعالى هنا نعمل دايناميك اكشن على مستوى الكولم. تعالى نعملها دايناميك اكشن تشينج. تمام، تشينج على مستوى ايه؟ هنختار كولم. طب اول ما تختار كولم هيقول لك طيب الكولم ده جاي فين؟ لازم يكون ريجون. جوه الريجون في كولن. تعالى نختار مثلا على السالري. تمام، هتعمل ايه؟ اي حاجه انت عايزها. تعالى نعمل برضو حاجه ثانيه ونستخدم فيها السلكشن تايب بتاعنا. هو تعالى نخلي الاكشن بتاعنا ديسيبل للسلكشن تايب بتاعي برضو كولن، واختار كولن ثاني. هو هيبقى جايب لك نفس الكولن اللي معاك في نفس الانتراكتيف جريد اللي انت اشتغلت عليها. وتعالى نديسيبل الكوميشن. يبقى لما هيغير في السالري هي ديسيبل الكوميشن. تمام، ده على مستوى الجريد. تعالوا نجرب كده. الكوميشن مفتوح لسه. تمام، تعالوا نغير في السلام ونشوف الكوميشن بقى مقفول. تمام، انا بضغط عليه مقفول، تحت مقفول، مفتوح، فوق مقفول. خلاص نفذ الاكشن بتاعي. وضحت النقطه دي؟ يبقى انا عندي سلكشن تايب نوعه كولم، والكولم لازم يكون في ريجون، والريجون ده لازم يكون انتراكتيف جريد عشان يبدا يشوف الكولم بتاعه ويبدا ينفذ عليه
الايفنت بتاعها، لان هو بيتعامل مع الجريد في الكولم بتاعها على انها ايتم، لان هو بيعملها على انها فورمه عكس الكلاسيك روبوت. تمام، يبقى ده تاني تالت سيلكشن تايب معانا او رابع اللي هو الكولم. في ايه تاني؟ في الجافا سكريبت سيلكتور، جي كويري سيلكتور. تعال ننفذها على صفحة تانية عشان تبقى واضحة شوية. يعني ايه جي كوري سيلكتور؟ جي كوري سيلكتور زي ما هو الهيلب بيبين لك. تعال نقدت على الصفحة دي. لو احنا وقفنا كده على الايتم، عندي حاجة اسمها كلاس، تمام، وعندي حاجه اسمها اي دي. الاي دي معناها ان انت تدي للايتم او للكومبوننت الواحده جوه الصفحه بتاعتك اسم واحد ما يتكررش، زي البي 3 نيم ده، ما ينفعش تدي حاجه ثانيه بي 3 نيم. انما الكلاس تقدر تبص اكتر من كلاس. تمام، فتعالوا نجرب الطريقه دي، ان انا هعمل تغيير على مستوى الايتم اللي هو النيم ده، الايتم اللي هو النيم. الطريقه العاديه بتاعتنا كريت دايناميك اكشن، لما يحصل تغيير على الايتم اللي هو اسمه النيم هتعمل ايه؟ هتعمل وليكن مثلا هتعمل alert test from name. تمام، تعالوا نجرب. ما يحصل تغيير هنا تنفذه، ليه؟ لان انا قلت له ما يغير على مستوى الايتم. طب ينفع بطريقه ثانيه؟ اه ينفع، ان انا بصيله الاستاتيك اي دي بتاع الايتم ده. يعني انا جاي على السلكشن تايب واقول له لا انا هستخدم جي كويري سيلكتور وبصيله ده، مش لازم احط له الهاش دي، الهاش دي للاي دي، والكلاس هنحط له دوت زي ده زي ما هو بيشرح كده. هنا لو عايز تستخدم اي دي، وهنا لو عايز تستخدم كلاس، وهنا لو عايز تستخدم التايب نفسه. طيب تعالوا نجرب دلوقتي السلكشن تايب بتاعي على حاجه اسمها جي كويري سيلكتور، اي دي اسمه بي 3 2. عملت كده نفذ برضه، ليه؟ لان هي بتعادل ان انا لما اقول له غير لي الايتم اللي اسمه نيم، هي دي بالظبط. تمام، طيب ايه تاني؟ انا ممكن اغير سيلكتور تاني دلوقتي واجيب سيلكشن على مستوى الكلاس. الكلاس بقى تقدر تبصيل اكتر من حاجه. لو وقفنا على الايتم دي كلها بتاعت الابكس بتلاقيهم واخدين زي بعض كلاس مميز ليهم اللي هو تكست فيلد ده، لان كل الايتم تكست فيلد، كل الايتم اللي هي التكست دي عباره عن كلاس اسمه تكست فيلد. تعالى المره دي نقول له ان التغيير بتاعي هيبقى على مستوى اي حاجه ياخد الكلاس تكست فيلد، والكلاس لازم احط له دوت قبلها، ده السيلكت بتاعه. تمام، تعالوا نجرب دلوقتي. المفترض الايفنت او الاكشن اللي هو اليرت ده يتنفذ مع اي حاجه واخده الكلاس دي. تعالوا نجرب، ده تكست فيلد فالمفترض واخد الكلاس، فلو غيرت تعمل الاليرت. ده تكست فيلد، لا ده سيلكت ليست فما تنفذش، ده سيلكت ليست فمش هيتنفذ، ده نمبر مش واخد تكست فيلد مش هيتنفذ، هنا هياخد. ليه؟ لانه هو تكست فيلد. تمام، وضحت؟ ده واخد كلاس تاني نمبر فمش هيتنفذ، ملوش دعوه بالكلاس بتاعنا، ما بصيتلوش الكلاس اللي هو عايزه. وده سيلكت ليست واخد كلاس تاني. تعالى طب تعالى نشوف الكلاس بتاعه وبصيهوله عشان ننفذه على مستوى السيلكت ليست بس. اهو كلاس اسمه سيلكت ليست او ابكس ايتم سيلكت ليست. تعالى ناخد ده كده ونقول له والله الايفنت بتاعنا مع الضغط على اي حاجه واخده الكلاس سيلكت ليست. مفترض دلوقتي الايفنت بتاعنا ده مش هيتطبق مع التكست ليست، تكست فيلد. تعالى هنا غير، مفيش مشكله. هنا غير، مفيش مشكله. هنا اللي هو كان سالري اللي هو نمبر برضه مالوش دعوه، اللوكيشن اللي كان تكست مالوش دعوه. تعالى بقى نجرب ده حاجه ثانيه، كاستم ايفنت لو انتوا فاكرين. تمام، طيب تعالى نجرب دلوقتي السيلكت ليست. تمام، جه دلوقتي سيلكت ليست ده برضه تنفذ، السيلكت ليست اللي هو بتاع ديبارتمنت برضه تنفذ. ليه؟ لان السيلكشن تايب دي في حاجه ثانيه احنا قلنا اللي هي كاستم ايفنت. هنا معناها اي ايتم واخد الكلاس اللي اسمه سيلكت ليست نفذ عليه الكلام ده. تمام، واضح جزئيه السيلكشن تايب. وطبعا تقدروا تبحثوا في جزئيه الجي كويري سيلكتور عشان تفهموا لما تحب تجيب السيلكتور بتاع اي ايتم بالنسبه لك تجيبه ازاي. ايه تاني بقى؟ عندنا اخر حاجه بقى اللي هي جافا سكريبت اكسبريشن. وفي كان زمان في الفيرجن القديم كان عندنا حاجه اسمها دوم، اوبجكت دوم. دلوقتي هم لغوها واضافوا جي كوري سيلكتور والجافا سكريبت اكسبريشن. تمام؟ طيب هنا جافا سكريبت اكسبريشن زي ما هو شارح لك تقدر تاخد
الويندوز، الويندوز ده اللي هو بيرفرنس لكل البراوزر، كل حاجه جوه البراوزر، والدوكيومنت ده مثلا كل حاجه جوه الدوكيومنت بتاع البراوزر. وهنا لو عايز تجيب سيلكتور معقد قوي تقدر برضو تجيبه. تعال نجرب لما ناخد الدوكيومنت. اخترت دلوقتي جافا سكريبت اكسبريشن واخترت الدوكيومنت اللي هو كل الدوكيومنت اللي جوه الاوبجكت بتاعي جوه البراوزر بتاعي. انا دلوقتي عامل لما يتغير الاوبجكت اللي هو الويندو الدوكيومنت ده، تعالوا نجرب هيعمل معايا ايه. مفترض ان في اليرت، هل هنا هيتنفذ؟ هيتنفذ. لا ده سيلكت تكست ليست تكست فيلد. طب ده برضو تنفذ. طب ده اللي هو نمبر برضو تنفذ. ليه؟ لان السيلكتر بتاعنا ده دوكيومنت معناها كل حاجه جوه الدوكيومنت، اي حاجه جوه الدوكيومنت ايا كانت هيتنفذ معاها الايفنت ده. تمام، وضحت؟ وضحت الفكره. طبعا عشان لما تحب مش كالعاده هعيد واكرر على النقطه دي في جزئيه الجافا سكريبت اكسبريشن، ممكن تبحث فيها بس انت لما تحتاجها، ما تقعدش تدور فيها وتتوه نفسك. والجافا سكريبت الجي كويري سيلكتور ده مهم تقدر تدور فيه، بس بطريقه بسيطه جدا، انك لو رحت على الجي كويري هوم بيج دي هتفهم الدوكيومنت. طبعا النت واصل عندي، والجي كويري سيلكتور هحط لكم اللينكات بتاعتها، انك تقدر تفهم ازاي تجيب سيلكتور معقد. تمام، يعني ايتم اللي الكلاس بتاعه كذا، وكمان الاي دي بتاعه كذا، الايتم اللي النوع بتاعه انبوت كذا، الايتم اللي نوعه سيلكت ليست، الايتم اللي نوعه ريدي جروب ومعاه اتريبيوت تاني، عشان تعمل سيلكشن معقد. بس امتى؟ لما هتحتاجها، لما تلاقي نفسك محتاج. انما هتدوخ نفسك وتبدا تفكر دلوقتي ان انا افهم الجي كيوري سيلكتور كلها هتتوه، تفهم يعني ايه جافا سكريبت اكسبريشن كلها برضه هتتوه. لما تحتاج الجزئيه دي روح لها. تمام؟ وان شاء الله كده يبقى خلصنا سلسله الدايناميك اكشن كلها. الجزئيه بتاع الجافا سكريبت سيلكتور دي للناس اللي كانت بتسال ازاي انا اعمل دايناميك اكشن على الكلاسيك ريبورت، اقدر اعملها من هنا عن طريق ان انا اكون مبص سيلكتور بس كلاس او اي دي لايتم جوه الكولم جوه الكلاسيك ريبورت، وان شاء الله نعمل لها مثال ان شاء الله. بس مبدئيا دلوقتي فهمنا كل السلكشن طيب، وعرفنا استخدامهم، وعرفنا ايه المفيد بالنسبه لي، وعرفنا ان هو بيختلف من ايفنت لايفنت. يعني ما ينفعش تقول لي تشينج وتختار البطن. تمام، ما ينفعش تقول لي كليك وتختار ايتم. تمام، فهمنا الجزئيه دي وفهمنا السلكشن طيب. مهمه جدا النقطه دي عشان تبقى انت فاهم كونسبت الايفنت او الديناميك اكشن على بعضه. تمام، ونتقابلكم ان شاء الله في دروس قادمه ان شاء الله.